تحية لكم مشاهدي قناة النيل للأخبار ومشاهدي القناة الفضائية المصرية الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القاهرة، واللي تعودنا من خلاله أن احنا نعرض عليكم آخر وأهم تطورات الأحداث على الساحة المحلية من خلال فقرة إخبارية موجزة. أيضا حيكون لينا لقاءين النهاردة، وقفتين حواريتين الاثنين حول الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو المشاركة على رأس الوفد المصري في الدورة 71 للأمم المتحدة. والحقيقة شهدت نشاط مصري مكثف، وتحديدا على الصعيد الإعلامي، زي ما تابعنا الرئيس عمل مجموعة من الحوارات مع القنوات الأمريكية. أيضا كان هناك وفد برلماني مرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح الصورة في مصر على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي، وإطلاع الجانب الأمريكي على آخر تطورات الأحداث في مصر من خلال مجموعة من البرلمانيين. ودي هتكون وقفتنا الحوارية الأولى لهذا اليوم. وقفة حوارية تانية أيضا متعلقة بزيارة رئيس السيسي للولايات المتحدة، وهي ما خاطب به الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال كلمته بأهمية وقف القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت المحرضة والداعية إلى الإرهاب، وأهمية هذا الوقف لمنع هذه المجموعات والعناصر الإرهابية من تنفيذ مخططاتها. أيضا سنتطرق من خلال هذا الحوار إلى القنوات الإقليمية المحرضة على الجانب المصري وكيفية مواجهة طروحاتها على المدى القصير والمتوسط والطويل. عموما دعونا ننتقل إلى فاصل قصير، نبدأ بعده أولى فقرتنا الإخبارية لهذا البرنامج، فكونوا معنا بعد. طيب خلونا نبدأ بأخبار مركب الهجرة غير الشرعية، اللي تداعيات وصلت لأن الرئيس كون مجموعة عمل لمتابعة هذه الأزمة وهذه الكارثة القومية اللي راح ضحيتها حتى الآن حسب الإحصاءات الرسمية 168 قتيل نحسبهم عند الله المصريين شهداء بالطبع أصلا، وحتى غير المصريين كلهم كانوا بيسعوا إلى الهجرة إلى أوروبا سعيا وراء فرص عمل. عموما مجموعة من التصريحات حول هذا الموضوع أثيرت خلال الأيام الماضية. النهاردة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وقال إن ما تردد مؤخرا عن تقاعس الحكومة عن مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية هو كلام غير صحيح، مؤكدا أن الحكومة تولي هذه القضية اهتماما كبيرا منذ فترة طويلة، لأنها تسببت في أن تكون مصر منطلقا لهذا النوع من الهجرة إلى أوروبا لقربها من مصر. العجاتي أضاف إن الحكومة تنبهت مبكرا لهذه المشكلة وسرعت إلى إنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأعدت مشروع قانون لهذا الغرض منذ عام ونصف العام. أيضا آخر تقارير وزارة الصحة بتقول ارتفاع عدد الوفيات زي ما قلنا إلى 168 حالة وفاة. وزارة الصحة أعلنت هذا العدد اليوم وقالت أن فيه كمان 6 إصابات. وضحت الوزارة أنه تم نقل حالات الإصابة إلى مستشفى رشيد.
وقال أيضا أنه تم نقل حالات الوفيات إلى مشرحة مستشفيات كفر الدوار والمحمودية وأبو حمص ودمنهور التعليمي ورشيد وإدكو وأيضا الشاملة بكفر الدوار وإيتاي البارود والرحمانية وكوم حمادة بمحافظة البحيرة. كل التعازي لكل من فقد عزيز في هذا الحادث الأليم. السلطات المصرية ما زالت بتتابع تداعياته وخلال يعني ما زالت جهود الإنقاذ بتسعى لإيجاد طبعا مزيد من الغرقى، لأن ما فيش أمل إطلاقا خلال الفترة القادمة أن يتم العثور على أحياء من هذا المركب اللي ما زال حتى الآن ما حدش يعرف عدد اللي كانوا راكبينه بالضبط قد إيه. عموما معنا الأستاذ وهدان السيد المتحدث باسم محافظة البحيرة. أهلا بك سيد وهدان، وآخر تطورات هذا الحادث وآخر الإحصائيات الرسمية، هل هي 168 بالفعل ولا العدد زاد؟ أهلا محمد. أهلا فندم. طبعا آخر الإحصائيات اليوم 169 بس. 169 و 164 تم إنقاذهم، تم صفهم جميعا باستثناء الأربعة صخر السفينة، لا زالوا قيد التحقيق حتى الآن. أما عن آخر التطورات، طبعا العمل بدأ اليوم في الصباح كالعادة، الغطاسين بينزلوا كل يوم، ولكن اليوم كان في محاولة عن طريق شركة رشيد للبترول، تم إرسال بارجة. هذه البارجة بتحمل رافعة، الرافعة ترفع ما بين حوالي 100 طن. طبعا السفينة نفسها وزنها 80 طن. بدأ الغواصين ينزلوا في قاع البحر اليوم. كان في بعض الصعوبات في الرؤية تحت، لأن السفينة أصلا في سفينة تحت في قاع البحر، فلما بيحاول يتحرك حواليها بيحصل المية تتعكر وكده، ولكن هم حاليا نجحوا في إن هم بيعملوا عملية تصفية للسفينة، يعني مسح لها من أي هزة عليها. بدأوا بيحطوا قضبان حيادية على جوانبها. الآن بيتم عملية إيجاد أماكن لوضع الفرصات، لأن الغواصين قالوا بمجرد ما نحرك السفينة لأعلى أمطار معينة بيتم الغواصين يفتحوا ابواب الثلاجه، اللي هم طبعا الاهالي كلها مصره على ان في جسامين داخل الثلاجه، فهو مجرد ما هينفعوها هيبدا الغواصين يفتحوا ابواب الثلاجه ويتعاملوا مع اي جسامين. يعني حضرتك بتتكلم على ثلاجه داخل المركب اللي كانوا راكبينه يعني؟ ايوه يا فندم. هو طبعا فيها الجزء الاسفل بيقع عليه الثلاجه، كان موضوع فيه ناس. الثلاجه دي مش ثلاجه يعني، هو مكان في مكان بيسموه ثلاجه في القارب. من المتوقع حسب الاهالي ان يتم العثور داخله على يعني جسامين لضحايا جدد. طبعا الاهالي مصر على هذا الكلام ورافضين الاصرار، فاحنا ان شاء الله بنحاول هذه المحاوله. لغايه الساعه 9 مساء كان العمل بيتم في محاوله ايجاد اماكن وضع خطيط. اعتقد حضرتك الرؤيه صباح ان شاء الله. انا امل ان شاء الله يتم رفع المركب حتى ولو مسافه صغيره، يتم فتح هذه الابواب لانتشار اي جسامين. طبعا اذا استطاعت ترفعها امطار، فاعتقد ان السهل هي ممكن ترفع او تشق الى نصين، يتم تجزئتها كي يطمئن هؤلاء ذوي الضحايا. مجرد ان شاء الله ما يتم اي اجراء هيتم دفع المزيد من الغواصين، واعتقد حتستمر عمليه الانتشال غدا طول اليوم ان شاء الله. طيب استاذ وهدان، يعني وطبعا الموضوع ده حساس جدا وفي جنسيات مختلفه، مصريين وغير مصريين، خلينا نسال اول على المصريين. حضرتك بتكلم على 169 جثه، كم منهم تم التعرف عليهم من خلال اهاليهم؟ حتى الان تم طرد حوالي 75 جثه، تم صفهم من مشارح المحافظه المختلفه، وتم استخراج تسليح الدفن لهم. ما زال حوالي الباقي الجثث كلها ما زالت موجوده في غرف حفظ الموتى في المستشفيات المختلفه. لو في اي اهالي، طب معلش عشان ما سمعتش، اللي تم التعرف عليهم من خلال الاهالي 75 جثه من 169 جثه. الباقيين بقى محطوطين الجثث بالطبع في ثلاجات وكده، هل في جهود مثلا لتصوير مثلا وجوه او حاجه زي كده ورفع هذه الوجوه على شبكه الانترنت يمكن يتم التعرف عليهم، ولا ازاي انتوا بتتعاملوا؟ لان الجثث دي ممكن ما حدش يجي يسال عليها خالص، يعني ايه التصرف في الحاله دي؟
تصرف في معظم الجثث لأفارقة في عدد ضئيل من المصريين. لو جه أي أهالي بيسألهم بيتم توجيههم للمستشفيات عن طريق طريقة خاصة موفاة لهم لو تعرفوا على جثة بيتم صرفها. أما جاء التصوير المنوط دي نيابة لم تصدر أي إجراءات بهذا العمل حتى. طيب ما تلاقيتش مع الجثث دي أو مع ما تم إنقاذه يعني من جثث بعض الأوراق الشخصية أو المتعلقات اللي ممكن تدل على صاحبها، أم أن كل اللي كانوا راكبين بدون أوراق شخصية؟ أي جثة كان معها هوية تواصلنا مع أهلها أيوة. وتم طرفها. معظم هذه الجثث الأفارقة تم التنسيق، كان القنصل السوداني موجود اليوم لأن معظم السودان يتم التنسيق معهم. أما في بعض الجنسيات زي نيجيريا وإريتريا والصومال وفي جثة من سوريا، هذه الجثة موجودة. بعد انتهاء الإنشاء الجثمي سيكون هناك قرار للنيابة، فهو هيبقى الفيصل بالنسبة للصرف في هذه الجثة. طيب أخيرا وفي عجالة شديدة، المركب حيتم رفعها بشكل نهائي إمتى؟ نأمل إن شاء الله أن يتم غدا إن شاء الله. غدا برضو أنا تحدثت مع الرطبان اللي جاي على الخارجة، قال الأمر مش بيستهل زي ما نتوقع. طبعا طبعا القارب 80 سن، فبالتالي موجودة فيها مساحة كبيرة في السينة، ده اللي بيساعة وعريض إنك تبدأ إزاي تعامل معها. ولكن مبدأ العمل إن شاء الله يعني ندعو ربنا إن شاء الله بكرة يسلم لجوءتهم بالنجاح، ويبدأ حتى يفتحها المسافة اللي يبقى يفتح حتى الثلاجة لاستخراج هذه الجثة. طيب أشكرك سيد وهدان السيد المتحدث باسم محافظة البحيرة، كنت معنا على الهاتف، وكل التعازي وكل المواساة لأهالي هؤلاء الضحايا اللي كان كل سعيهم أنهم يلاقوا فرصة عمل أفضل في أوروبا أو في أي دولة تانية. مصر بتقدر هؤلاء زي ما بتقدر أي حد، هم محتسبين عند الله شهداء إن شاء الله، وقلوبنا معاكم، ويا رب إن شاء الله الحوادث دي ما تتكررش، وما يكونش كده زي ما قال الدكتور العكياتي إن تكون مصر منصة لهذه النوعية من الهجرات. إن شاء الله خلال الفترة القادمة هتتوفر فرص عمل، وإن المصريين أكيد أكيد أحسن لهم إن هم يبذلوا مجهود ويرفعوا بلدهم. إحنا بننأى بيهم عن مثل هذه الحوادث، الأمانة أدمت قلوبنا، وكل التعازي مرة أخرى لأهالي هؤلاء الضحايا. طيب خبر آخر، رئيس الوزراء بيترأس اجتماع لاستعراض خطط مواجهة الأمطار والسيول، ويوجه المحافظين بالاستعداد. الخبر بيقول وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتدشين غرفة طوارئ مركزية مجهزة على أعلى مستوى اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل، وربطها بغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع الآثار السلبية لسقوط الأمطار والسيول. شدد أيضا على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وسرعة الانتهاء منها والاستفادة القصوى من كميات المياه الناتجة عن الأمطار والسيول. ما زلنا في مجلس الوزراء وتشكيل لجنة لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات مصر. مهندس شريف إسماعيل أيضا رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بتشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات مصر، المقترح لتمويله بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 500 مليون دولار، وبعضوية كل من وزراء التنمية المحلية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية. تضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية بمن تراه مناسبا من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بأنشطة وأهداف البرنامج، على أن يحضر المحافظ المختص اجتماعات اللجنة لعرض موقف المشروعات التنموية من خلال القرض. طيب الخبر اللي جاي بقى لازم ألبس له النظارة، لأنه هو بيان من مجلس النواب، تحديدا بيان من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.
عما حدث مؤخرا في التلفزيون المصري من إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي. اللجنة بتقول إنها تابعت تطور الأمر في الفضائيات المختلفة والذي يعكس اهتمام بأوضاع التلفزيون الرسمي. اللجنة عقدت اجتماع طارئ انتهت فيه للتأكيد على النقاط بعض النقاط يعني. طيب خلينا ندرس كل هذه النقاط مع الزميل جلال عوارة والنائب جلال عوارة عضو لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب. أهلا بك يا جلال. مساء الخير يا أستاذ أشرف، إزاي حضرتك؟ إزيك؟ هقول لك بقى يا أستاذ بدل قلت لي يا أستاذ يا سيادة النائب إزيك؟ إزيك يا جلال؟ وإحنا عايزين يعني نعرف اللجنة انعقدت وأهم التوصيات، وإنت رأيك إيه في اللي حصل كنائب وكإعلامي وكعضو هذه اللجنة؟ أنا نعترف أن هناك خطأ وهو خطأ فادحا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عشان نكون بس متفقين في البداية. وهو ليس الخطأ الأول، سبقته العديد من الأخطاء. والحقيقة خلينا برضو نتفق أن هذا الخطأ لو لم يمس شخص رئيس الدولة كان هيمر زيه زي الأخطاء اللي بتحصل كل يوم. المبنى بكلم بكل قطاعاته مليء بالأخطاء يا أستاذ أشرف، وسيادتك تعلم هذا وأنا أعلم لأني أحد أبناء هذا المبنى، وأنا دايما ولا زلت أتشرف بس في أخطاء زي ما حضرتك قلت كده هي أخطاء جسيمة يعني تصنف جسيمة. لا أنا بس أنا بتكلم في كلامك أنا قبل أي حاجة بقول إن في غلط. طبعا في غلط، كلنا لازم نقول وخطأ جسيم. نعم هو خطأ جسيم، لكن هذا لا يمنع أن أعلن أمام الجميع وعلى الملأ أنني أتشرف أنني أحد أبناء هذا المبنى الذي يمثل العراقة والريادة ولو كره الكارهون. هو مريض الآن، دعنا نعترف المبنى بكل قطاعاته يعاني من حالة مرض وترهل، وربما ترهل شديد أيضا، ويحتاج إلى تدخل للعلاج ولتنسيق المسار. باختصار شديد وجهة نظري في هذا الأمر أن المبنى فيه العديد من السلبيات في الداخل، سوء الإدارة أحيانا، تداخل الاختصاصات. احنا عندنا عصب هذا المبنى هو الهندسة الإذاعية يا جماعة. الهندسة الإذاعية واخدة من أول الجراج بالعربيات بالأسانسيرات بالإضاءة بالكاميرا. إيه ده؟ ممكن هذا العبء الشديد نحتاج إلى إعادة هيكلة وبشكل سريع. طب وبشكل سريع. طب من وجهة نظرك يعني الخطأ اللي حصل ده نتيجة عدم وجود كوادر جيدة، نتيجة وجهة نظرك الكوادر البشرية في داخل هذا المبنى كوادر محترفة ومحترمة، وهي قوام صناعة الإعلام في مصر. خلينا واضحين بما فيه القطاع الخاص، وهو القطاع الخاص ما بيرتكبش خطايا. لا حصل بيحصل على فكرة. أنا كنت بقول لهم في الكواليس، أنا كنت بشتغل في مؤسسة دولية وحصل فيها خطأ جسيم يعني يتجاوز ده. أنا لا أقول أن الخطأ بمعنى ورود الخطأ، لأن الحقيقة يعني هنقول كده بقى فمش هنخلص من الأخطاء. هو خطأ جسيم وفادح ولا كلامك صحيح من ارتكبه. لكن أنا بقول إيه، ونحن لسنا في خصومة مع الإعلام الخاص، مفترض أننا إحنا وهم في خدمة المواطن، لكن هم بطريقتهم وإحنا بطريقتنا. أيوة. كإعلام رسمي ولسان الشعب المصري ليس هدفنا الربح. الإعلام الخاص معاييره مختلفة وأهدافه مختلفة أيضا، لكن نظل في النهاية نحن أصحاب رسالة توعوية لهذا الشعب المصري. إحنا لسنا في خصومة مع الإعلام الخاص على فكرة يعني. لا بالعكس، هما متكاملين زي ما انت بتقول على فكرة. كويس. بالعكس ده الكوادر عندنا هي اللي مشغلة الإعلام الخاص كمان. الفارق في الاحترام احيانا ايوه، اننا لا نسلط الضوء على اخطاء مثلا بتحصل في القنوات الخاصه. ما في قناه خاصه لا داعي لذكر اسمها عرضت احد الافلام الانيميشن الكرتون يعني على انها على حرب، على اساس ان هو حرب وحقيقه ولم تعتذر حد. والاعلام الرسمي اللي هو اعلام الدوله احنا من دي مش هذه ليس قضيتنا، لكن لما يحصل خطا عندنا داخل الاعلام الرسمي الاعلام الخاص بيتناوله. انا عايز اقول لك يا جلال كمان اكيد انت عارف ده حقهم ان هم يتناولوه. اتفضل يعني ده حقهم ان هم يتناولوه. اوكي تناولوا زي ما تتناولوا حضرتك، وشد وطول فيه وضخم فيه وهول فيه كيفما شئت،
احنا من اعطينا لهم هذه الفرصه استاذ اشرف؟ احنا من وجهة نظرك ان احنا اديناهم الفرصة. طيب انا عايز اقول لك كمان واكيد لازم يبقى عندنا معايير حاكمة يا استاذ اشرف، لازم. ودي مسألة الحقيقة غريبة الشكل، اللي شغل ده ما كانش يعرف اللي جابه من على موقع القناة الامريكية. مش يعرف، مش متنوه عن القصة دي قبلها ثلاث اربع ايام يا استاذ اشرف. انا من سيجري الحوار؟ يعني مذيع ولا مذيعة؟ طب اللي عامل ده مختلف، ما حدش تنبه الا بقى يعني بعد. على العموم مش عاوز اتكلم في الخطا، لكن خليني اقول لحضرتك اننا لن نترك التلفزيون المصري ومبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون بكل قطاعاته دون تدخل للعلاج. ولو كره الكارهون، خلي بال حضرتك في ناس لها يعني لها مصالح، اصحاب مصالح، ان التلفزيون يموت مش يمرض. انت عارف دلوقتي انا من وجهه نظري ان التلفزيون على جهاز التنفس الصناعي، في ناس عاوزه تشيل الجهاز بقى يا استاذ اشرف. ليه؟ عشان التلفزيون لو رجع طيب صحيح وسليم هينافسها في كعكة الإعلان التي تصل في مصر إلى 5 مليار جنيه سنويا. طيب واحنا كده وصلنا لحكاية الديون على المبنى وكده. أنا بص أنا بستأذنك يا جلال، وانت عضو في هذه اللجنة، انك انت تختار مجموعة منتقاة من الزملاء في مجلس النواب وتكونوا معانا هنا في حلقة خاصة لمناقشة مشاكل ماسبيرو. فجأة المبنى اللي كان بيشكل ضمير مصر والأمة العربية فجأة تمت معاملته كوحدة اقتصادية يجب ان تصرف على نفسها بدون طبعا. لا مش هي. لا يا اشرف، هذا كلام حقيقي، لا يفكر احد في هذا، ولا يستطيع احد ان يفكر في هذا، ولا يستطيع احد ان يفكر في اخراج صوت الدوله. صوت الدوله هو مسبيرو، بس عشان تبقى الامور واضحه. مسبيرو باذاعته اللي كانت في وقت من الاوقات بتوصل للقاره الافريقيه باللهجات وتوفر للدوله المصريه عمقا استراتيجيا داخل محيطها الافريقي. هذا المبنى، نفس المبنى ده هو الذي شكل قوه ناعمه في محيط مصر العربي. هذا المبنى هو الذي وصل الى دول الخليج والى مشارق المحيط المحيط الخليج العربي. الى المحيط العربي شرقا وغربا. بالطبع يا جلال، بالاعمال الدراميه وبالفوازير وبالافلام وبالبرامج. هذا المبنى هو الذي وصل الى الداخل ببرامج الدكتور مصطفى محمود، بقامات اعلاميه كبيره، جوله الكاميرا واخترنا لك والاستاذ احمد سمير والاستاذ اماني ناشد والسيده سلوى حجازي. وفي القريب فكرتنا بالذي مضى يا جلال، والسيده ملك سعيد التي كانت تبرز التحقيقات التلفزيونيه في من خلال برنامجها على الطريق وسلوكيات وخلافه. اول توك شو في المنطقه العربيه السيده ليلى رشدي، الاستاذ مفيد فوزي الذي كان طبعا يقدم اول شكل من اشكال التحقيقات التلفزيونيه ايضا. صح، عيب قوي ان احنا جلال انت معلوماتك غزيره جدا، واحنا محتاجين، انت اديتني دفعه كبيره قوي. انا كنت حزين وانا داخل الحلقه. لا انت اديتني دفعه كبيره قوي، وان شاء الله التلفزيون هينهض. التلفزيون مدرسه، ولنا جميعا ان نفخر اننا ابناء هذا المكان. هذا المكان ليس جملة إنشائية أنه مكان ريادي، هو ريادي بالفعل. وسيظل بإذن الله وسيعود أقوى من مكان. أشكرك يا جلال. جلال عوارة، عضو لجنة الأثار والإعلام والثقافة في مجلس النواب. ورغم كل هذا الدفاع، إحنا بنعتذر للمشاهدين المصريين عن هذا الخطأ الجسيم. لابد أن إحنا نعترف، عشان تبقى كبير لابد أن تعترف بالخطأ، خطأ جسيم. لابد أن أعتذر لمصر كلها عن أنه عرض على التلفزيون المصري. طيب، زي ما نوهنا في بداية هذه الحلقة، وقفتنا الحوارية الأولى هتكون عن الجهود اللي قام بها وفد برلماني مصاحب للرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الصورة المصرية على الرأي العام الأمريكي. خلينا نشوف التقرير التالي ونبدأ بعده فقرتنا الحوارية حول هذا الموضوع. كونوا معنا.
عكست مشاركة وفد من مجلس النواب ضمن وفد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. عكست مدى حرص القيادة السياسية ونواب الشعب على توضيح صورة مصر وشرح حقيقة تطورات الأوضاع الداخلية أمام المجتمع الدولي. وللعمل من أجل ذلك عقد وفد البرلمان لقاءات مع سياسيين وإعلاميين ومحليين أمريكيين والعديد من الشخصيات العامة تمثل ركيزة مبدئية للانطلاق منها من أجل الدخول لعمق المجتمع الأمريكي وعدد من الدول الأوروبية صاحبة التأثير في رسم السياسات الدولية. كما حرص الوفد البرلماني على التواصل مع المجتمع المدني الأمريكي ودوائر التأثير في المجتمع الأمريكي لنقل الصورة الصحيحة للأوضاع داخل مصر. الوفد البرلماني أكد أن زيارة الرئيس السيسي كانت ناجحة بكل المقاييس وعززت مكانة مصر خارجيا، حيث عقد سيادته العديد من اللقاءات مع رؤساء العالم ومرشحي الرئاسة الأمريكية. كما أكد الوفد البرلماني أيضا أن كلمة الرئيس السيسي التي طرحها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضع فيها العالم أمام مسؤولياته لحل القضيتين الفلسطينية والسورية. وأضاف الوفد البرلماني أن الرئيس السيسي وضح للعالم أجمع بكل شفافية وإيجاز طبيعة ما يدور في منطقة الشرق الأوسط وما يواجهه العالم من تحديات إرهابية طالت الجميع بلا استثناء، مؤكدا على مكانة مصر وموقفها الداعم للمنطقة تجاه هذه القضايا المهمة. وعلى نفس المنوال أشار عدد من النواب إلى أهمية الدور الذي لعبته الدبلوماسية البرلمانية على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية لتوطيد العلاقات المصرية الأمريكية وتعزيز دور مصر على الصعيد الدولي. أهلا بكم مشاهدينا، وزي ما تابعنا هذا التقرير وهذا الوفد اللي كان وفد برلماني مصاحب للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلينا نطلع على أهم الأنشطة اللي قام بها الوفد في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أحد أعضائه الدكتور صلاح صب الله عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة للمجلس. أهلا بك دكتور صلاح. أهلا بك أستاذ. خلينا نتعرف على فكرة هذا الوفد، مين صاحب الفكرة أن يطلع وفد برلماني مصاحب للرئيس في حضوره لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ والله كانت فكرة من مؤسسة الرئاسة أن يبقى الوفد اللي طالع على فكرة يبقى وفد يمثل رموز المجتمع المصري ومجلس النواب، خصوصا أن الرئيس في آخر اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة طرح عليه أكثر من سؤال من أكثر من رئيس دولة، متى يكون لمصر مجلس نواب؟ والكلام ده كان في سبتمبر 2015 في آخر اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة. أعتقد أن وجود مجلس النواب بتمثيل معين ومرافق للرئيس كانت إجابة عملية على كل ما طرح في السابق من أسئلة من هذا النوع. النهاردة الرئيس كان تعهد بإتمام الانتخابات النيابية وإيجاد أو وجود مجلس نواب قبل نهاية 2015، وبالفعل تحقق ما تعهد به الرئيس وما وعد به المجتمع الدولي. والسنة دي بيحضر الرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ويرافقه وفد يمثل مجلس النواب بتنوعه وبفئاته وبتياراته السياسية. طيب لما رحتوا هناك بقى كان في سعي منكم لمقابلات معينة مع تيارات معينة، ولا انتوا لقيتوا ان في لقاءات بتطلب منكم هناك سواء على الصعيد الإعلامي او على الصعيد السياسي؟ الحقيقة ان احنا يعني يمكن كان ده كان تعبير شائع ما بيننا، ان احنا بنقول مدة المهمة ديت كانت 144 ساعة من 6 ايام. ايوة. وده معناه او مضمون هذا المعنى ان انت كانت يومك محسوب بالساعة. يعني عايز اقول لك يا استاذ اشرف ان احنا اليوم اللي وصلنا فيه مطار جون كينيدي الساعة 6، كنا في الفندق بتاع الاقامة الساعة من 6:30 او 7:15، نزلنا اول لقاء الساعة 8. وهكذا بقى يعني كل الأيام التالية كانت لقاءات مع عدد من السياسيين الأمريكيين وعدد من المحللين السياسيين وعدد من الخبراء في مجالات متنوعة زي المجال الأمني وممثلي الحزبين اللي هم بيتنافسوا في الانتخابات الرئاسية، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وأحد الشخصيات اللي واكب وعاصر عدد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وهو كان مترجم للغة العربية، عاصر أكثر من 5-6 رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، تحدث عن طبيعة تفكير من يحكم أو من يوجد في البيت الأبيض لفترات عديدة يعني،
وبعض يعني التقينا باحد ضباط المخابرات السابقه في سي اي اي وبدا يطرح فكره رؤيتهم لمصر. وعايز اقول لك كان مفاجئ لينا ان يعني ده بقى ضابط في السي اي اي يعني او ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الامريكيه. قال لك يعني يمكن حتى في اشاره لما تحدثنا معه عن 30/6 قال لك احنا نعلم ما فعله الرئيس السيسي في 30/6 وانحيازه الواضح للشعب المصري ومساهمته في انقاذ مصر من كابوس اسمه جماعه الاخوان دي. طيب عند النقطه دي تحديدا بنتوقف وهنرجع لها تاني، ولكن اسمحوا لنا مشاهدينا مع اهلا بكم مجددا، ونعيد الترحيب مشاهدينا بالدكتور صلاح حصب الله عضو مجلس النواب وعضو اللجنه العامه للمجلس وايضا عضو الوفد البرلماني المصاحب للرئيس في نيويورك. كنا توقفنا كنت بتقول ان في تيارات امريكيه احد رجال السي اي اي اشاد كثيرا السابقين يعني السابقين اشاد كثيرا بان الرئيس عبد الفتاح السيسي من وجهه نظره انقذ مصر بعد 30/6 من تيار الإخوان المسلمين. بص هو كان في صراع حوالين هذه الفكرة في المجتمع الأمريكي. أيوة. وكان دائما يعني الأمريكان يسمعوا عنك ولا يسمعوا منك. ففي فكرة إن إحنا نروح هناك وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبقى عنده يعني هذه القوة وهذه القدرة على إن هو يتواجد في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انتخابه لدورتين متتاليتين ويقول كلمة مصر بشكل عام، ويبقى في المرة الأولانية بيتحدث عن مصر وفي المرة الثانية بيتحدث عن دور مصر في قيادة المنطقة وأهمية دورها الريادي والتاريخي وطرحها لحلول للقضايا، بقى مش للقضايا المصرية بس، لقضايا المنطقة كلها زي قضية الصراع العربي الإسرائيلي بخصوص دولة فلسطين، ثم قضية سورية وغيرها من القضايا. ده الارهاب بتكلم عن الارهاب بالظبط كده في حد ذاته، ان الرئيس بيضع مكانه جديده او بيستدعي مكانه مصر التاريخيه اللي ربما تكون كانت اهتزت لفتره. وجود الرئيس وحديثه عن الدوله المصريه غير كثيرا في فكر الشعب الامريكي حتى المتابع يعني كان دايما يسمع عن مصر وعن رئيس مصر وعن 30/6، انما النهارده وجود الرئيس في هذا الدور او هذا الاجتماع للجمعيه العامه ويبقى معاه وفد مرافق من مجلس النواب ويبدا يتحدث مجلس النواب، ومجلس النواب او اعضاء البرلمان في اي دوله من دول العالم يستشرف معروف ان هم دول يمثلوا شعوب، يعني صوت الشعب ينقل عن طريق برلمانه. فلما ينتقل ممثل البرلمان او وفد من البرلمان الى دوله اخرى بيتحدث نيابه عن الشعب المصري. انت ما تقدرش تنقل الشعب المصري كله توديه امريكا يلتقي باعضاء في الكونجرس ويلتقي بسياسيين واعلاميين امريكيين. ان احنا رحنا والتقينا مع الساسه والاعلاميين والمحللين والخبراء الامريكيين ومجموعه من حمله ترامب ومجموعه من حمله هيلاري كلينتون وبتتحدث معهم عن مصر التي يسمعون عنها. يعني مصر التي يسمعون عنها ووضع مصر وطبيعة مصر ودور مصر الريادي في المنطقة وحقيقة 30/6 وما دار حول 30/6 وانحياز الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي ل 30/6. هم لسه ما تجاوزوش مرحلة 30/6، ان دي يعني كانت ثورة إصلاحية للثورة السابقة وانها يعني خلاص، يعني كنا فاكرين ان هم تجاوزوا المرحلة دي، لسه في ناس بيفكروا ان 30/6. لا ده انا عايز اقول لك بالعكس، يعني احنا حتى يوم كلمة الرئيس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان واقف مجموعة كبيرة من المصريين من الجالية المصرية هناك مسلمين وأباط للترحيب بالرئيس السيسي واعلان دعمهم وتأييدهم وحرارة استقبالهم للرئيس قبل واثناء دخوله للمقر الأمم المتحدة. وكان على الجانب الآخر من نفس هذه التظاهرة التي تعبر عن محبة وتأييد الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مجموعة لا تتعدى أفراد من جماعة الإخوان، لدرجة تلاعبهم إن هم راحوا وكان في مجموعة من الكوريين بيتظاهروا وبالمصادفة لابسين لبس أصفر، فراحوا يلاصقوا هذه المجموعة عشان يظهر عددهم كبير. هقول لك إن مجموعة من الأمريكان اللي كانوا موجودين وفي حد منهم قال لي زي آر كريزي، يعني تاخد بينهم يعني هو مازال خلاص بدات الفكره تنكشف امام الامريكان نفسهم ان دول مجموعه مش حتى اللي جايين يعبروا عن قضيه، دول جايين يستفزوا الاخر، جايين يسبوا ويشتموا، وده اللي كان حاصل منهم. ففكره الانحناء والطيبه وتصدير فكره انهم مقهورين خلاص انكشفت حتى امام الشعب الامريكي. لذلك انا بقول لك اختلاط الرؤيه حول 30/6 خلاص يعني لم تعد موجوده.
يعني الشعب الأمريكي في أغلبه والسياسيين الأمريكيين معظمهم والإعلام الأمريكي غير المدفوع بقى خلاص مقتنع أن 30/6 هذه ثورة شعبية بامتياز، وأن هذا الشعب خرج ليثور على النظام الاستبدادي، وأن الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز لهذا الشعب حماية له من هذا النظام المستبد. طيب، أغلب الأسئلة اللي وجهت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال اللقاءات اللي أجراها مع القنوات الأمريكية كانت بتتركز حول نقطتين: نقطة اقتصادية فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي، وخاصة أن بيبدو قدامهم أن في تعثر ما في المسار الاقتصادي، أيضا في المسار الحقوقي. هل وجهت إليكم أسئلة في هذا الإطار مثلا تحديدا في المسار الاقتصادي؟ انتم ممثلين للشعب وكده، ودلوقتي مثلا في غلاء اسعار وفي الشعب يعاني خلال هذه الفتره الانتقاليه، وجهت اليكم اسئله في هذا الاطار؟ هي بعض الاسئله، يعني عايز اقول لك موضوع الاقتصاد ده تناولناه هناك وتلاقينا معاه هناك في اتجاهين. الاتجاه الاول استفسارات من بعض السياسيين الامريكيين اللي تلاقينا معاهم عن مساله ما يخص مصر لاحداث اصلاح اقتصادي حقيقي ولاحداث نقله نوعيه في الاقتصاد المصري. انتوا طريق خطيئة خريطة طريق عندكم ايه بالاقتصادية؟ ايوه. فلما تحدثنا طرحنا لهم على بعض الافكار وبعض المشاريع التي تتم الان ويجري اتمامها في مصر، منهم مشروع قناة السويس الجديدة. وعايز اقول لك يمكن البعض للأسف في مصر احيانا بيسخف من القيمة المضافة للدولة المصرية من قناة السويس الجديدة. اقول لك ان الامريكان شايفين ان هيبقى قناة السويس الجديدة، ان هم ليه ما بيحسبوش اليوم بالساعة، هما بيحسبوا اليوم بالسنة. الموضوع ده هيبقى شكله ايه بعد سنة وبعد اتنين وبعد تلاتة؟ تخيل ان هما مدركين القيمة المضافة لقناة السويس ان هي تبقى احد اهم محاور التجارة العالمية في فترة قريبة جدا، وهتبقى بديل استراتيجي لعدد من الدول، وكممر ملاحي موفر وغير مكلف. هما شايفين الكلام ده. لما بتيجوا بيكلموا لقيتهم هما اللي بيكلموك على فكرة عن مشروع تنمية محور قناة السويس، هتعملوا ايه في المحور ده؟ والاستثمارات اللي هتجيلكم من انه دول، وهناك غيرة امريكية وتسابق خايفين ان مصر التوتر السياسي اللي حصل بعض شيء ما بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر يجعل قبلة هذا الاستثمار لدول اخرى غير الولايات المتحدة الامريكية. فعندهم هم مستشعرين قيمة ما يتم من مشروعات. لما احنا اتكلمنا معهم قلنا لهم على فكرة يمكن ميزة القيادة السياسية حاليا انها لا تتعامل مع القضايا الاقتصادية والمتاعب الاقتصادية بسياسة المسكنات. يعني ايه المشكله؟ الناس بتتعب من الاسعار، زود الدعم، الناس بتعمل مش عارف ايه، اعمل كذا. الحقيقه دي مسكنات لن تداوي مرضا، انما ربما تسكن المرض، انما في الاخر يظل المرض الى ان يتفاقم ويموت الاقتصاد المصري، مش يمرض الاقتصاد المصري. لما شرحنا لهم المساله دي وقلنا لهم ان الدوله المصريه بتسير في اتجاه احداث مشروعات او تدشين مشروعات تحدث نقله نوعيه للاقتصاد المصري، زي مشروع مثلا قناة السويس اللي حصل، زي مشروع المركز اللوجستي لتجارة الحبوب في دمياط المزمع، زي مشروع 1.5 مليون فدان اللي بدأ خلاص آلاف الفدادين اللي تبدأ تسلم وخلافه. احنا بنسير في طريق طويل، انما هنتوعك وهنتعب واحنا بنسير في هذا الطريق. هتغلى الأسعار والناس هتعاني قد يكون، انما في الآخر انت عايز تصارح شعبك، ودي ميزة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي مدركها الغرب كثيرا والامريكان اكثر. ان لا، انت عندكم رئيس على فكره لديه الجراه على ان يكاشف شعبه ويكاشف العالم بكل ما يريد ان يفعله. دي ميزه على فكره للرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن احنا حتى ينوت لما بنسمع خطابات السيسي يا استاذ اشرف تلاقي الرئيس هو بيتكلم احيانا يطوي الاوراق اللي امامه ويبدا يقول لهم انا عايز اكلمكم بقى كلمتين من قلبي. كلام زي ما عمل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. بالزبط. هو قال رئيس الدورة اسمح لي ان انا اخرج عن الاطار الرسمي في الكتابة، وان انا اعرض ان لابد يكون في دولة فلسطينية بجوار الدولة. هو هي دي بقى، يعني تعرف صدق الرئيس السيسي بدأ يبقى سلعة بتصدر الى الخارج، مش سلعة محلية وبس. يعني هو مش بيتكلم بس مع الشعب المصري بهذا الصدق، هو طبيعته ان يكون صادقا في كل ما يريد ان يقوله، يعني لا يواري الكلام، لا يلون الكلام، لا يجمل الكلام، ويقول ما يشعر به انه الحقيقه. عشان كده عايز اقول لك ان ده انعكس كثيرا على 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 صوره مصر خارجيا. انت بتتكلم النهارده ان تسال سؤال كده وتحط علامه استفهام ومش عايز اجاوب انا عليه بشكل شخصي ان انا غير مكلف، يعني لماذا لم يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس اوباما؟
لماذا لم يلتقي اوباما لماذا لم يلتقي عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بامير قطر؟ لماذا لم يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي برجب طيب اردوغان رغم ان هناك معلومات تحديدا بالرئيس اوباما؟ ليه من وجهه نظرك؟ والله من وجهه نظري ان ما قام به اوباما ما بعد 30/6 لم يكن سيرا في الطريق السليم نحو الدولة المصرية. من وجهة نظري انه خاصم الادارة المصرية وخاصم الدولة المصرية لصالح الجماعة. اعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بفطرية المصريين انه لن يحتضن احد جافا في وقت معين. دي حاجات انا بقول لك انا لا املك حتى يعني التصريح باكثر من ذلك، انما عايز اقول لك انت امام رئيس بيتعامل بصدق مع العالم. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى في موضوع الاقتصاد، ان اقول لك ده بقى بعيدا عن السياسيين والحوار السياسي الاقتصادي اللي دار ما بيننا وبين مجموعه من الامريكان، ان لا المصريين بقى هناك يا استاذ اشرف، الجاليه المصريه اول يوم لقيناهم بيدعونا الى تاني يوم لمؤتمر لدعم الاقتصاد المصري من المصريين الامريكان اللي هناك ودعم السياحه المصريه، وبداوا يتحدثوا معنا في افكار تبين لك أن هؤلاء المواطنين المصريين ذهبوا إلى أمريكا وتجنسوا بجنسيتها ولكنهم أخذوا وطنهم مصر معهم في أمريكا. وما زال هذا الوطن باقيا داخله. أنت بتتكلم عن مواطن عايش هناك بقاله 30 سنة وربما يكون انقطعت علاقته الجغرافية بالدولة المصرية، ما زارش مصر في 30 سنة غير مرة أو اتنين، وبقى خلاص أصبح وطنه مستقر بيه أو مستقر بيه الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك تجده يعرض عليك كيف أساعد في دعم الاقتصاد المصري، كيف أبادر في ندخلكم فلوس إزاي كودائع ولا وخلافه. طب كان معاكم بقى أزمة الدولار، كان معاكم أفكار أو خطط من خارج الصندوق ولا أنتوا فوجئتوا بهذه العروض؟ لا، المؤتمر كان عنوان دعم الاقتصاد المصري ودعم السياحة المصرية. إنما لم نفاجأ به، إنما تم طرح أفكار منهم زي بقى مثلا فكرة كيفية ترويج السياحة وإن هم يعملوا مشروع للمزار السياحي للعائلة المقدسة، مسار العائلة المقدسة، ان هم يعملوا زي رحلات سنوية وفي اوقات معينة للامريكان، وبيستهدفوا منها مليون سائح امريكي يأتي في هذا الموضوع. وتم كان معنا برضو الزميلة العزيزة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة، وتلقفت هذه الفكرة وقالت لهم انا هقعد مع وزير السياحة ونشوف ازاي نقدر ندعمها ونفعلها ونعملها بشكل سريع جدا. الناس هناك يا استاذ اشرف زي ما بقول لك كده كانوا بيكلموك ازاي نبعت دولارات، ازاي نعمل كذا. طب هم راحوا امريكا وعملوا مشروعات وكده، هم شايفين مصر الاجواء في مصر مثلا، اجواء الاستثمار في مصر ايه؟ هل شايفين جاهزه ولا من خلالكم قالوا لكم توصلوا رسائل معينه او تبتدوا تشرعوا تشريعات معينه لتسهيل الامور فيما يتعلق بالمستثمرين؟ للامانه هم شايفين ان هناك بعض العوائق امام الاستثمار. ودي على فكره يعني احنا لا المفروض ما نخبيش خطا اهمها من وجهه نظرهم ان إيه؟ البيروقراطيه، التطويل، الاطاله في الاجراءات، ان انت تروح مع 500 جهه عشان تاخد تصريح كمستثمر او تنشئ مصنع او تنشئ تجاره وخلافه، انك لما تحط فلوس مثلا في البنك المركزي كحساب جاري ليك صعب بالدولار، صعب تسحب منه. مش عارف كذا. فهو بيقول لك طب انت عايز اللي يجي اللي احنا يعني احنا هنيجي ونجيب معانا مستثمر امريكان. ايوه، اما اجيب مستثمر امريكي لازم اقول له ادي عوامل الجذبه ايه. وعشان كده حملونا مسؤولية ان احنا نراجع قوانين الاستثمار، نراجع قرارات الادارية اللي بتصدرها الحكومة المصرية، وده على فكرة حقهم. طيب هقول لحضرتك حاجة، يعني بالنسبة لكم، بالنسبة لردودكم يعني، ومن خلال طبعا انتم دارسين وموقعين على برنامج الاصلاح بتاع الاصلاح الاقتصادي بتاع الحكومة، من وجهة نظرك ان الازمة دي تحديدا اللي يجي يستثمر عشان يسحب فلوس ويحط ويسحب وكده، هل ليها مدى زمني حددته الحكومة هتخلص من خلاله ولا لسه برضو ما تقدرش ترد على المستثمر تقول له تعالى وهتخلص في خلال سنة مثلا؟ لا، احنا كنا الكلام دوت يعني كنت انا حاضر احد الاجتماعات مع سيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل. نعم. وقلت له يا دولة الرئيس، انا عايزك بس حضرتك تقول لي تخيلك لمستثمر جاي مصر مش هيشتغل خلال قد ايه، قول لي احنا عندنا القدره ان احنا نطفشه خلال قد ايه. نطفشه رئيس الوزراء. قلت له نطفشه خلال قد ايه؟ قال لي انا عارف ان في عوائق للاستثمار. قلت له لا، ده مش عوائق، ده سؤال يعني زي نوع من الاعتراض. عوامل طارده. بالظبط كده. عوامل طارده للمستثمر. انا عايز استثمارات ولا مش عايز استثمارات؟ عايز استثمارات. يبقى عايز استثمارات. انا ما ينفعش وانا بقول انا عايز استثمارات يعني اجي اقول لك ايه يا استاذ اشرف انا عازمك على الغدا النهارده، واقفل لك الباب ب 50 ترباس.
علي ان انا افتحهم عشان اقدر هتخش ازاي بالظبط كده انت تقعد تفكر ازاي افك ال 50 ترباس عشان ابدا اخش وابدا اشتغل جوه او ابدا اكل جوه. طب يبقى حضرتك بقى كنت بتكلم على اسئله محرجه وجهت لكم اثناء لما كنتوا هناك. وعايز اقول لك للامانه يحسب لمهندس شريف اسماعيل اللي اجابته على هذا السؤال انه اقرب وجود عوائق الاستثمار واهميه مراجعه القرارات الاداريه والدولاب الاداري للاستيعاب فكر المستثمر. وان هو في نفس الوقت قال لي على فكره في الاجتماع دوت الراجل لما اتحدث معنا قال لك لا فعلا انت محق في موضوع الاستثمار ويجب ان يراجع. واحنا على فكره هنراجع كل القرارات المرتبطه بالاستثمار وهتبقى في حوافز للمستثمر وهتبقى في اجراءات ايسر للمستثمر وهيبقى في شباك واحد يتعامل معه المستثمر. طيب ده عن الاقتصاد. طب هل كان لكم برضو المجتمع الامريكي غير المجتمع المصري هو مجتمع يعني استقى عرقته الديمقراطيه من عرقه الديمقراطيه البريطانيه وبالطبع اكيد مخاطبته غير مخاطبه الداخل المصري. هل كان في اسئله متعلقه بالاطار الديمقراطي المسار الديمقراطي بعد 30 يونيو؟ يعني حد سالكم مثلا ايه في معارضه عندكم في معارضه مدنيه وطنيه موجوده في البلد ولا لا؟ يعني اتسالتوا اسئله في الاطار ده؟ بص يعني كانت في بعض الاسئله اللي ربما تكون مفاجاه. يعني في بعض السياسيين تحدثوا معنا عن الحقوق في مصر والمجال الحقوقي وهل هناك تقييد لحرية الإعلام وهل هناك تقييد لحرية حركة الشباب وخلافه. وردنا عليهم وقلنا لهم لا بص ما فيش مجتمع كامل بالأمانة ما فيش مجتمع. ربما تكون عندنا بعض السلبيات إنما في ظل هذه السلبيات عندنا إرادة من دولة مصرية بقيادة سياسية إن إحنا ننتقل بالدولة المصرية من دولة كانت الديمقراطية فيها ديكورية بالضبط كده إلى دولة ديمقراطية حقيقية. عشان تعمل الكلام دوت يا أشرف بيه ما ينفعش تعمله في يوم وليلة ولا في سنة ولا اتنين ولا الأمريكان نفسهم على فكرة عملوه في سنة ولا اتنين ولا أي دولة على فكرة ديمقراطية في العالم ولدت بالفطرة ديمقراطية. لازم تمر بمحطات معينة إلى أن تصل إلى المحطة النهائية للديمقراطية المنشودة. عشان تعمل الكلام دوت احنا لازم نقول للناس احنا ما بينه كاش عندنا سلبيات عندنا سلبيات عندنا تجاوزات عندنا تجاوزات. بس في الامريكان عندكم تجاوزات اي نعم نسبه ربما تكون اقل انما احنا عندنا نسبه بتقل مش اقل بس بتقل. يعني بس هم عندهم التجاوزات بتاعتهم متعلقه بالاجانب. يعني بالنسبه للامريكان هم يعني الامريكي يعني مهما كان مش هو اللي مثلا بيكون في جوانتانامو مش هو يعني هم عندهم فعلا تجاوزات في حقوق الانسان فيما يتعلق بابناء الجنسيات الاخرى. يعني في نوع من العنصريه فعلا ده حقيقه. بص بس عايز اقول لك حاجه برضو ان هناك ميزه نسبيه عند المواطن الامريكي. المواطن الامريكي رغم ان حضارته ضئيله جدا انما بيعتز بيها جدا ورغم ان دولته تاريخها قليل جدا انما بيعتقد انها اعظم دوله في التاريخ. يعني هدي لك مثال احنا واحنا ماشيين كده ايه جماعه امريكان بيشرحوا لي واحنا في نيويورك ده كوبري بروكلين ده اقدم كوبري معلق في الولايات المتحده الامريكيه. طب يا جماعه تاريخه ايه؟ قال لك 1898 يعني 1900 تقريبا. فواحد معانا المصريين قال لك يا نهار ابيض ده جدي الكبير كان بيجهز بيته في نفس التاريخ انت بتتكلم عن حضاره 7000 سنه انما هل استدعيت 1000 سنه واحده من ال 7000؟ المصريين مدركين قيمه حضارتهم التي يجب ان تفرض عليهم سلوك معين يوازن بين الحق والواجب. الدوله ليها حق عليا زي ما انا ليا واجب لازم اديه وانا ليا حق عند الدوله زي برضو ما الدوله ليها واجب لازم تاديه. ففي ميزان مشترك في نظريه الحق والواجب. احنا متطرفين قوي في الحديث عن الحقوق انما لا احد يمارس واجبه. انت تتحدث عن ماذا فعل مثلا بعض يتحدث يقول لك ماذا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب ماذا فعل 90 مليون مواطن اللي بيحكمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ماذا فعل مجلس النواب؟ طب ماذا فعل الناس اللي شغالين في الدولاب الاداري للدوله 7 مليون موظف عشان الدوله دي تنطلق؟ السؤال حضرتك تساله للناخبين بتوعك بقى اللي هم في الدايره بتاعتك. يعني ماذا فعل الدكتور صلاح حسب الله اكيد وماذا يعني بتساله كمان للي هم الناخبين بتوعك الدايره انتوا فعلتوا كمان ايه؟ ده حقيقي على فكره. وانا عايز اقول لك ان انا عندي نائب عن دايره شعبيه اسمها دايره شبرا خيمه يمكن تعرفها. دي دايره عريقه ودايره شعبيه وناسها فاهمين جدا. انما انا عايز اقول لك حاجه اذا كان بيحصل حاجه في الدايره دي وانجاز معين للخطوه للامام فما بعملهاش لوحدي.
احنا بنفعل فكرة العمل المجتمعي. عندنا مجموعة من الشباب ربما بتجتهد اكثر مني، عندنا مجموعة من الكوادر والقيادات الطبيعية حريصة على ان هي تحسن احوال شبرا الخيمة. ده النموذج اللي احنا عايزين نصدره. يعني انت شايف مواطنين شبرا الخيمة هم بيسألوا اكتر عن حقوقهم ولكن ما بيقدوش واجباتهم ك ك ك ك ك لا على العكس، انا بقول لك انا النموذج عندي في الدايره، النموذج عندي في انت متحيز بقى للدايره بتاعك. والله لا 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 انا بقول لك فعلا، يعني انا هدي لك مثال وبدعوك لزياره الدايره بعيدا عن 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 الشاشه حتى ان انت تعايش ما يتم في الدايره، هتجد ان لا عندنا حاله عامه ان احنا عايزين نعمل ايه، نحسن احوال شبرا الخيمه دي. هقول لك انا النهارده كنت بزور مدرسه في ابو المنجه، ففي شارع وراها كده ممتد للمدرسه، الاولاد بيخرجوا منه مليان زباله، اللودر بتاع الحي مش هيقدر يخش يقعد. بدي لك مثال بسيط. فمعايا مجموعه من الشباب راحوا قال لك لا احنا بص احنا نيجي يوم الجمعه الجاي شارع كامل مليان اكوام زباله، قال لك احنا نرفعه ونحطه في اجوله ونوصله للودر بتاع الحي يجي يرفعه، والعربيه بتاع النقل بتاع الكمامه تيجي ترفعه وتاخده وتمشي. طيب يبقى خلينا بقى نقول ان الدكتور صلاح حسب الله هو مش قصده ان هو الشعب المصري يعني بيسال عن حقوقه اكتر من واجبات. الشعب المصري محتاج اداره جيدة تقول له اعمل ايه ويمشي وراها ويعمل، يعني عنده العزيمة. عموما احنا كنا بنتمنى اللقاء يطول اكتر من كده، بس احنا لمسنا من خلالك الرحلة اللي قمتوا بيها والدعم اللي انتوا قدمتوه من خلال هذه الزيارة، واهم الموضوعات السياسية والاقتصادية اللي اتكلمتوا فيها، ونتمنى انها يعني تكون رسالة جيدة من خلالكم الى المجتمع والى الاداره الامريكيه. الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب وعضو اللجنه العامه للمجلس وعضو الوفد البرلماني المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لنيويورك. شكرا جزيلا. اشكرك يا استاذ اشرف، تحياتي ليك ولمشاهدينا الكرام. وشكرا ليك الان مشاهدينا، وبعد هذا الفاصل ستبدا وقفتنا الحواريه الثانيه، وهي لن تخرج ايضا عن الزياره التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك، واللي دعا من خلالها إلى وقف المحطات الفضائيات ووقف المواقع الإلكترونية اللي بتدعو للإرهاب. أيضا حنتطرق من خلالها لكيفية مواجهة القنوات الإقليمية المواجهة أو المهاجمة لمصر إعلاميا. كونوا معنا بعد هذا التقرير. انطلاقا من مواصلة العمل وتوحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف المواقع الإلكترونية وبث القنوات التلفزيونية التي تعمل على تغذية العنف في العالم، موضحا أن مصر بادرت العام الماضي بمواجهة الإرهاب ودعت إلى استخدام كافة التدابير المعلوماتية والتكنولوجية التي يستغلها المتطرفون لبث أفكارهم المسمومة. خطورة الظاهرة أكد عليها الرئيس السيسي في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الدورة 71، مشيرا إلى أن مصر تستضيف اجتماع مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أن مصر أكدت دوما على مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة، كما أكد الرئيس السيسي على أن الإرهاب هو آفة هذا الزمان، مشددا على أن مكافحة التنظيمات الإرهابية تتطلب تعاونا دوليا مكثفا. الرئيس السيسي أكد كذلك في مقابلة مع محطة BBS الأمريكية على أن الإرهاب يمثل أخطر تهديد لا يواجه مصر فقط بل المنطقة والعالم بأسره، مشددا على ضرورة تبني استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب لا تعتمد فقط على الجانب الأمني ولكن تشمل مختلف النواحي بما في ذلك الأمن والاقتصاد والثقافة والعلوم وتصحيح الخطاب الديني. وطالب الرئيس السيسي بضرورة تعزيز الجهود المشتركة من جانب الجميع وتخصيص الموارد اللازمة للتصدي للإرهاب بصورة حاسمة. الرئيس السيسي أشار خلال مقابلته مع القناة الأمريكية على أن الإرهاب حرم مصر من موارد كبيرة كانت تساهم في دعم الاقتصاد، موضحا أن العناصر الإرهابية تحاول زعزعة الاستقرار بهدف إضعاف الاقتصاد، وهو في النهاية يؤثر على المواطن وعلى استقرار البلاد. وأضاف أن مصر تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب لأكثر من 3 سنوات وتعمل على توفير الأمن على طول حدودها مع ليبيا والتي تصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر، وكذلك على طول حدودها الجنوبية، وهو ما يحتاج إلى بذل جهود ضخمة وإلى موارد كبيرة، مشددا على أن مصر هي العنصر الحاسم في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
التي نتابعها يوميا. اهلا بكم مجددا مشاهدينا، وبنرحب بضيف هذه الوقفه الدكتور عادل اليماني، استاذ الاعلام بالجامعه البريطانيه. اهلا بك. اهلا بك. في البدايه وكخبير اعلامي ومتخصص في هذا المجال، عايزين تقييم وسائل الاعلام الحكوميه والخاصه في مصر من خلال المقارنه مع وسائل الاعلام العالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مصر إعلاميا بشقيها الإعلامي الحكومي والخاص، نحن نتحدث عن جهاز من أهم الأجهزة وعن مجال من أهم المجالات. الإعلام ليس حرف في كلمة، الإعلام كلمة وجملة مفيدة وأساس أي حالة معرفية يمكن أن يعيشها الإنسان. يمكن إحنا تربينا وعشنا فترات طويلة على إعلام الدولة، الإعلام الحكومي، الذي قلت وأقول وسأبقى أقول إن فضله على سائر الإعلام كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إعلام الدولة مسبيره هو الذي استنهض الهمم، هو الذي ساند الدولة في أوقاتها المصيرية، هو الذي كان جنبا إلى جنب مع المواطن ومع قضاياه يحل أصعب المشكلات دون النظر إلى الإعلام بنون، وإنما التركيز على الإعلام أبو ميم ده، لأن الآفة التي أصبحت تقودنا أن الإعلام أصبح يقود المجال الإعلامي، وأصبحنا بدلا من أن نجود في مجال الإعلام أصبحنا نبحث عن الإثارة أيا كان شكلها، حتى لو كان حضرتك بتتحدث عن الإعلام الخاص. لا، حديث مهم قوي. حضرتك بتعمل مقارنة دلوقتي بما سبق، أن الإعلام تحول من خدمة إلى سلعة. يعني الإعلان لما يسيطر على الإعلام بالميم فقد تحول إلى سلعة. احنا هنا بنتكلم عن كارثة تحول فعلا إلى سلعة، لأن الإعلام مفروض الإعلام جملة مفيدة، الإعلام رأي ورأي آخر، الإعلام يعلي القيمة والهمة المجتمعية، الإعلام يدعو إلى رأب الصدى، يدعو إلى وحدة الصف، يدعو إلى عدم الاستقطاب، يدعو إلى محاولة الوصول إلى حلول ناجزة وعاجلة للمشكلات التي نحياها. لكن لما ظهرت القنوات الخاصة، وكثير منها إلا من رحم الله يعني له أجنداته الخاصة لأنها ملكية لرجال أعمال، نحترمهم لا شك، لكن أكيد دورهم لن يكون كدور مسبيرو، دور إعلام الدولة، إعلام الخدمة العامة، الإعلام الذي يعني بالمواطن وبالوطن أينما كان. لو جينا حضرتك نظرة مقارنة، وانت لو حبيت تربط الموضوع ده بالقنوات التحريضية اللي في الديباجة الجميلة بتاعت حضرتك اللي بشكرك عليها، انت بتقول ان انت عندك الإعلام الخاص قام بالعديد من السقطات، للأسف مش سقطات إعلامية فقط وإنما سقطات إعلامية وسقطات أخلاقية أدت في النهاية مع هذه الرغبة المستمرة لإضعاف مسبيرو بشكل أو بآخر لمصالح يعلمها المتخصصون في هذا المجال. لما حدث هذا الأمر حصلت حالة من حالات الضعف، سقطات كثيرة مش سقطات إعلامية بس، لكن سقطات أخلاقية أدت إلى عزوف المشاهدين، وبالتالي يبحث المشاهد عن ضالته في مكان آخر يمكن أن يكون هذا المكان معاديا للدولة. وبالتالي إن أردنا إصلاحا حقيقيا علينا أن نصلح منظومة الإعلام. أشرب به الإعلام أضحى مهنة من لا مهنة له، الإعلام فيه وسد الأمر لغير أهله، فيه الكثير من السقطات، مش طلعت واحدة قالت ما يتحرشوا ولا يعملوا ما الناس فرحانة، مش طلعت واحدة قالت أن التحرش ده أمر عادي في مصر، إيه يعني إيه المشكلة والاقتصاب حالة بتحياها مصر، مش طلعت واحدة وقفلت السكة في وجه سفير اثيوبيا في القاهرة، مش طلع حد لم يفرق بين قطاع غزة وبين حماس ودعا إلى ضرب قطاع غزة ودعا الجانب الإسرائيلي إلى المزيد من الضرب، بل دعا مصر إلى التعاون مع إسرائيل في ضرب غزة دونما تفرقة بين غزة وحماس. مش دي حاجات عملها الإعلام الخاص؟ أليست هذه سقطات أخلاقية قبل أن تكون سقطات إعلامية. طيب، وفي هذا الإطار، وقد تحدثت حضرتك عن سقطات كبيرة وعلى فكرة تعد جرائم، بعضها يعد جرائم يحاسب عليه القانون. طيب حضرتك من وجهة نظرك، الإغلاق والمنع ولا المواجهة بالأفضل؟
يعني لو حضرتك خيرت وكنت مثلا مسؤول عن إعلام في إحدى الدول وشفت كل هذا الجاز زي اسم الفيلم، كل هذه الفوضى الإعلامية، من وجهة نظرك إغلاق المواقع الإلكترونية وإغلاق وسائل الإعلام ولا مواجهتها بإعلام أعلى وبالفكر، ولا هناك مرحلة تتطلب الوقف ثم بعد ذلك تعاد تاني وتواجه يعني بشكر حضرتك أستاذ أشرف على هذا السؤال المهم، وهكذا اعتدت منك دائما. الله يخليك. يعني أكيد ولا مانع أن يكون الأمر بالتوازي، يعني أن يكون هناك محاولات لتحييد هذه القنوات لإغلاقها إن استطعنا، هذه المواقع الإلكترونية إن استطعنا، لكن في المقابل وده الأهم بقى قولا واحدا، لابد أن تقوي إعلام الوطن الذي تعيش فيه، وعلشان تقوي الإعلام لازم تعيد الأمور إلى أصولها، لازم تؤكد على قيمة ومكانة إعلام الدولة، إعلام الخدمة العامة، الإعلام الذي ليست له أجندات خاصة وليست له مآرب محدودة ولا يتمحور حول قضايا ضيقة فقط، وإنما يسعى إلى شكل عام يسعد كل الناس الموجودين في هذا الوطن. إحنا في حاجة إلى إعلام يا أستاذ أشرف لا يخلط بين الرأي والخبر، بيطلع واحد يقعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات يفتي في كل حاجة وكأنه وحده دون غيره الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب، ده حلال وده حرام، ده في الجنة وده في النار، ده صح ده غلط، ده مفروض يكون ده مفروض ما يكونش، حتى إنهم تجرأوا على أصول المهنة وعلى أساس المهنة، وخرج للأسف أساتذة في كلية الإعلام وقالوا على إعلام الدولة إعلام الملايات وما شابه، وما كان يليق بهم أن يتحدثوا في هذا الأمر، لأن إعلام الدولة هو الذي خرج لهذه القنوات وهو الذي أسس هذه القنوات وهو الذي أوقف هذه القنوات على أقدامها بما فيها حتى قناة الجزيرة، هو الذي وقف وساند ودعم ودرب وخرج الكوادر المتعددة، فلا يليق أن يكون إعلام الدولة مادة للتنظر. إحنا مع المحاسبة على الخطأ لا شك، ولكن إن إحنا مش على سن الأسلحة لمآرب أخرى يعلمها هؤلاء، المراد تفريغ إعلام الدولة، تفريغ مسبيره من مضمونه لمصالح كيانات أخرى بيتم إنشاؤها، هم يستفيدون منها وهم يتسوقون فيها من ناحية وهم يروجون بالنون مش بالميم زي ما حضرتك طبعا بالنون. طيب خلينا نقول برضو زي ما بنقول لينا نقول اللي علينا. تمام. طيب أنا سألت حضرتك فيما يتعلق بكيفية المواجهة، حضرتك شايف دلوقتي قنوات إقليمية، إحنا كان لينا ريادة في فترة الستينيات وفترة السبعينيات، مصر عملت أول توك شوز إعلامية تلفزيونية، مصر عملت أول نشرات جيدة جدا على مستوى الوطن العربي، مصر كونت لنفسها لهجة إعلامية وصحفية عريقة معروفة في الوطن العربي كله زيها في مواجهة مدارس أخرى في الوطن العربي. هل حضرتك شايف أن مثلا مقارنة بالبي بي سي وكل قنوات الإعلام دي مرت بمراحل معينة، مثلا البي بي سي مرت بمراحل الحرب العالمية الثانية وما بعدها واستطاعت أن تتطور وأن تكون البي بي سي الآن، إيه الخلل اللي حصل في مسبيرو عشان نفقد الريادة في الوقت الحالي؟ تلفزيون قام منذ الستينيات مبنى عريق مش بس إخباري، دراما ومنوعات وكل المهارات الإعلامية، إيه نقطة الضعف اللي أصابت المبنى وفي أي فترة وخلته ينحسر من المنافسة على المستوى الإقليمي؟ تمام. يعني أنا بتفق وأنا لست ميالا للدفاع هكذا دون دليل، في أخطاء في قدر من الطرح والأصابة مسبيرو لا شك وبنعترف به، وربما يكون مسبيرو نفسه مسؤولا عن جزء وربما يكون الآخرون مسؤولين عن الجزء الأكبر في هذا الموضوع. خلي بال حضرتك، أنت حضرتك وأنت بتعمل برنامجك دلوقتي أنت في التزام خططي، أنت التزام بالموضوع والتزام بالمضمون والتزام بالمهنية والتزام بالموضوعية، حتى وإن كان لك رأي ربما تخفيه لأنك لا تخلط بين الرأي والخبر، تعلم أن الإعلام انتقائي، ينتقي الضيف وينتقي الزمان وينتقي المكان وينتقي السؤال، وتعلم كذلك أن الإعلام لا يصنع خبرا وإنما الإعلام ينقل خبرا، وبالتالي أنت بتلتزم بمعايير المهنية والموضوعية. الحلقة بتعدي بسلام وأمان،
تمام، ما بتقولش تاني يوم شاهد على اليوتيوب الأستاذ أشرف وعادل يماني وحصل كذا وحصل كذا وزعقوا عمله ليه؟ لأن المفروض أن أنت بتبحث عن جملة مفيدة ضلت حضرتك وضلتي. لو انتقلت إلى مكان آخر أو قناة أخرى هتلاقي الآلية مختلفة، يقولك اعمل اللي أنت شايفه، والضيف ده مش اسمه ضيف زي ما تعلمنا احنا بسبيرو، لا اسمه ضيف بس أنت جايبه وتفرج الناس عليه، جايبه تعمل حالة بيه، جايبه يا سلام لو اتخانقته، يا سلام لو حصل، ويا سلام. يمكن دي نوعية من معينة من البرامج أو الإعلام اللي له اسم له مسمى في الغرب، والحقيقة أصلا له جماهيره كمان. لكن احنا بنتحدث عن إعلام الدولة، يعني في بداية الستينيات كانت مصر في أوج رواج ثورتها، وكانت كان جمال عبد الناصر زعيم الأمة العربية، كل القنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت حاسة بالفخر أن مصر رائدة الأمة العربية، كل العرب كانوا بيسمعوا إذاعة صوت العرب، أفارقة كلهم كانوا بيسمعوا الإذاعات الموجهة، يعني رواج إعلامي كبير انحصر دلوقتي أصلا، حتى ما بقيناش على أنا بكلم ده لأن فعلا في مهاجمة كبيرة لمصر عن طريق بعض القنوات الفضائية اللي بقى يسمعها العرب كله في ظل خفوت الصوت المصري. من وجهة نظرك أسباب تحديدا انحسار الصوت الإعلامي المصري خلال الفترة الماضية والحالية؟ يعني حتى يذكرني كلام حضرتك ده يا أستاذ أشرف بأن حتى الأعمال الدرامية بتاعتنا كنا نقول وما زلنا بنقول الفيلم العربي، ما بنقولش الفيلم المصري الذي كان يشاهده المواطن العربي في كل مكان، حتى ان العرب اتقنوا اللهجه المصريه من كتر ما استمعوا الى اللهجه المصريه واعجبتهم اللهجه المصريه، تربوا على الاصوات الاذاعيه الجميله وتعلموا من الاداءات الراقيه لمذيعي البرامج المصريه الذين كان اداؤهم هادئا، وعلمونا وعلموا اجيالا كثيرة من الإعلاميين وكانوا فخرا في كل زمان وفي كل مكان. احنا بنقول عندنا مثل يقول ايه، استأسد الحمل لما استنوق الجمل، يعني الحمل عمل أسد لما الجمل عمل ناقة. لما تقدم الآخرون بأموالهم، الإعلام ده مهنتي، مهنة كل يوم الصبح بجيب زكيبة فلوس وأولع فيها النار ومش مهم، مش مهم. قنوات كثيرة تنفق ملايين، مش هقولك ملايين الجنيهات، ملايين الدولارات علشان يكون لها مكان تحت الشمس، قنوات خاصة تدافع عن مآرب خاصة. ايه اللي يخلي حد بيشتغل في صناعة معينة بيكسب من وراها اموال طائلة يتحول من هذه الصناعة وياخد جزء من المال يحطه في قناة فضائية اللي هي بالاساس بتدر خسائر، واعظم منفعة يعني لي انه يقلل حجم الخسائر فيها. حضرتك شايف مثلا القنوات الاخبارية، هنتكلم اخبار لان هو ده تخصصي، يعني اصلا القنوات الاخبارية لان فلوس اكتر على المستوى الاقليمي هي خدت ساحة، بس هل هي العملية بس فلوس؟ لا 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 لا، العملية مش فلوس، العملية مناخ عام، العملية إطلاق حريات، العملية إن أنا أوفر للعامل وللموظف وللبرامجي نفس الأجواء التي يمكن أن تتوفر له في الخارج. أكيد هو الأستاذ أشرف هنا هو اللي برا، هو عادل هنا هو اللي برا، لكن هي الفكرة توفير المناخ الملائم. في مشكلة فينا إحنا مع قلة العائد بنقول خلاص على قد الإيه، على قد العائد إن إحنا نشتغل، لكن لو كان في التفاف حوالين، لا والله ما عندناش الكلام، ما عندكش انت كده بقى ربنا يكرمك، ما عندناش في لا بس عندك كثيرين للاسف. ما هي دي من ضمن المشكلات مع ضغوط الحياه ومع ارتفاع الاسعار ومع ومع، لما بنقارن بين العائد في اعلام الدوله والعائد في الاعلام الخاص ده ممكن بيؤدي الى ان العامل في اعلام الدوله بيرتكب جريمه في حقي وفي حق الدوله لما يقلل من جهده، يوفر جزء منه علشان يطلعه بره ويطلعه بمقابل مادي ويغطي هذا الموضوع. انت مفروض ان العقد شريعة المتعاقدين، وما دمت قد ارتضيت العمل في تلفزيون الدولة، وبالمناسبة ده شرف وده كرامة، كارنيه ماسبيرو ده شرف وكرامة لأي مواطن بكل قنواته والإعلام الإقليمي على وجه الخصوص اللي بيقوم دور هايل ورائع في تغطية كل أحداث المحافظات وينقل النبض أسرع من غيري بمهنية وباحترافية. بس أنا أفتح نفس الناس، أنا لما يجي وزير ويفضل الظهور في قناة فضائية خاصة،
ايه المعنى؟ لما يجي مسؤول كبير يقول لك انا هكولي لا دي قناديل كويسه خاصه وبيعملوا بيجيبوا عربيات بودوا والى اخره. ضخ المال والجذب والاعادات والبروموهات والى اخره بيعمل عنصر جذب وتشويق. يعني حضرتك اتكلمت عن العنصر المالي اللي بتمتلكه القناه، توفير البيئه المناسبه للعاملين داخل هذه المؤسسات الاعلاميه هو اللي بيخلي ان ده مثلا عارف ان ده اكل عيشه، فلازم يبذل فيه قصارى جهده عشان يطلع افضل ما عنده. ايه كمان؟ هل في حضرتك اتكلمت عن هوامش الحريات، يعني هل هناك فرق؟ انا عايز اقول ان خطا ماسبيرو يعلم به الجميع، او خطا اعلام الدوله، خلينا بشكل عام، خلينا حتى لو صحافه، يعلم به الجميع، والخطا في الاعلام الخاص يعني ما حدش بيتكلم عليه. انا النهارده قرات مقالا في احدى الصحف القوميه، سيدة فاضلة مشرفة على قناة من القنوات، وهي تتحدث بتدلي بالحكم بقى والمواعظ على أو لماسبيرو وكيف يجب أن يكون الأمر، وبتستشهد بأحد مذيعي القناة، أحد مذيعي القناة اللي في يوم من الأيام جاب لعبة بلاي ستيشن وقال دي حرب، وفي يوم من الأيام جاب نائب من إيطاليا وطلع عليه أحكام ولا نائب ولا حاجة. ما حدش يتكلم عن الجرائم دي، ما حدش يتكلم عن السقاطات الإعلامية دي اللي بتمسك الدولة وتهبدها في أقرب حيطة، ما حدش يتكلم في هؤلاء اللي هم أساسا أعباء على النظام السياسي للدولة، ينتقصون منه وإن أبدوا حبهم إليه. لكن اللي بيحب الدولة بشكل حقيقي هم العاملون في تلفزيون الدولة، لأن مفيش مآرب. ما ينفعش أحب الدولة ب 13 مليون في السنة. ما ينفعش أحب الدولة في هذه الظروف الضاغطة ب 13 مليون في السنة، وما ينفعش تقول لي حضرتك 13 مليون حضرتك بتكلم على ده مرتب أحدكم، مش كده؟ انا بقول لحضرتك ما ينفعش. وكل حديثي عن الشرف والكرامه والفقر والفقراء وربط الحزام. وربط الحزام، اخد بال حضرتك، انا ما ينفعش اعمل كده. انا ما ينفعش اتكلم على كيف تدار الدوله، كيف تسير الدوله، وانا عندي قناه بانفق عليها وبدفع فيها وخسائر من جيب الخاص، من صناعه بتكسب لصناعه اعلاميه ما تكسبش. طيب عند النقطه دي تحديدا، وقد اثيرت بعد الثورتين ان المبنى فجأة لقينا ان المبنى مدان، حتى الان وصلت الديون حوالي 23 مليار جنيه. طب انا في مناقشة مع زمايلي، ومش دفاع عن المبنى اصلا، احنا عمرنا ما شفنا ميزانية معروضة للتلفزيون على احدى الجرائد الرسمية، يعني عمره ما كان بيتعامل كوحدة اقتصادية. تعودنا طول عمرنا ان مبنى ماسبيرو هو مبنى زي وزارة الثقافة كده، بيقدم كل ما هو راقي. سيدي الفاضل، هو حد بيسأل الداخلية بتكسب ولا بتخسر؟ طبعا بتصرف على شغلها. الخارجية بينفق عليها، كل الوزارات الخدمية بينفق عليها. اشمعنا بقى الإعلام اللي مفروض يبقى فيها برضو منصب وزير الإعلام ويرجع تاني، اشمعنا الإعلام بقول أنا بدي وأنا بدفع وال 34 ألف موظف شايلينهم على رأسهم وزعقين؟ ليه أنت بتثير هذا الإحباط في نفوس هؤلاء اللي هم؟ أنا ما زلت أكرر، وأنا ليا تجارب خاصة ربما يعلمها الكثيرون، أنا بقول لما بيخرجوا بره بيبقوا أكثر تفوقا من غيرهم، لأن إحنا زي ما بنقول كده باللهجة الدارجة اشتغل بنا ومناول، اشتغل كل حاجة. أنا واثق إن السكريبت اللي قدام حضرتك ده كتير أنت كتبته بإيديك، وبحس عن المعلومة بإيديك، مش كده ولا إيه؟ ومفيش قدامك أوتو كيو علشان خاطر تقول السؤال اللي هوجهه إيه، ولا المقدمة شكلها إيه، ولا إلى آخره. لكن أنت عارض على نفسك وضغط على نفسك، صحيح ولا مش صحيح؟ لكن هناك في بقى صناعة النجم بقى والتخديم على النجم، ونعمل كذا وكذا، وبالتالي بتكتشف بعد كده أن أنت أمام أكذوبة كبرى. الإعلام يمكن أن يحقق مآسي للأسف. أنت عارف مآسة داعش سببها إيه؟ سببها الإعلام. الإعلام كانوا مجرد عشرات الأفراد، داعش دي كانوا عشرات الأفراد في العراق، لكن عملوا آلة إعلامية أظهرت القتل، وإن محدش بيقدر يقف في قصادهم وهم قلة. لما روج هذا الأمر لأبناء الشعب العراقي قتلوا معنويا وقتلوا نفسيا، وبالتالي فقدوا القدرة والرغبة معا في نفس الوقت على المقاومة، ومنهم من دعم ومنهم من ساعد، فانتشر هذا المسمى السرطان. يعني اللي فهمته من حضرتك أن مبنى كماسبيرو مش ما يجبش أن هو يعامل كوحدة اقتصادية المفروض أنها ترد ديونها للدولة. وجهة نظرك أن مثلا يعامل كالبي بي سي، بيكون له جزء من موازنة الدولة مخصصة زيه مثلا زي وزارة الثقافة، ولا يعامل بقى كوحدة اقتصادية ويبتدي ينافس مع القنوات
ويتحط على خريطة الجذب ينافس يبقى تطلق يده لكي يتعامل بنفس الآليات اللي بيتعامل بها الإعلام الخاص. أيوة عايزين بقى نعرف دي حاجة. احنا خلينا نتحرك في أكثر من طريق. الطريق الأول إن مسبيرو أو إعلام الدولة لديه مشكلات ومشكلات متوارثة كثيرة. هذه المشكلات إنكارها ليس حلا وحلها ليس صعبا في الوقت نفسه. عندنا مشكلات، عندنا في بعض الأحيان ترهلات إدارية ووظيفية ومهنية إلى آخره. لكن لو وجدت الإرادة، في مشكلة بالنسبة لك كخبير إعلامي في الخطاب الإعلامي، يعني هل إحنا قدر مسبيرو يجدد الخطاب الإعلامي منذ الستينيات حتى الآن، ولا عنده مشكلة في الخطاب الإعلامي مع تعاقب الأجيال؟ أنا عايز أقول لحضرتك، إذا أردت الآن ويمكن الكلام ده أنت تتعجب عليه، فترة من الفترات كان الناس تستقي المعلومة من مين؟ من إعلام الخارج قبل ثورة 25 يناير 2011 من الجزيرة. أيوه. بنقول افتح لنا الجزيرة نشوف حصل إيه في اسكندرية. كويس. بعد 25 يناير 2011 وظهور عدد من القنوات الخاصة وإطلاق الحرية للإعلام للتحدث، أصبحت مشاهدات هذه القنوات كبيرة لدرجة ربما فاق بعضها مشاهدات الجزيرة، وأصبح المواطن ليس في حاجة أن يستقي المعلومة من خارج البلاد. سلام. كله على المكشوف. بيعرف كل حاجة، وده بينتقد وده بينتقد، حتى رأس الدولة ما بيسيبوش حد. كويس. لما يبقى عندك هذا المعنى يبقى عندك الرأي ورأي الآخر، وتصنع المعارضة الداخلية وتسيب القدر يتنفس بدل ما ينفجر ويشيل اللي قدامه. لما يبقى عندك هذا المعنى يبقى أنت المشاهد اللي هو الزبون. لكن أنت عندك مشكلة، الإعلام الخاص حتى نفسه يعاني من عزوف المشاهدين، والشاهد على ذلك عزوف المعلنين، والشاهد على ذلك حجم الخسائر الضخم اللي بيحققه هذا الإعلام الخاص. بسبب ايه؟ بسبب ان انت بدأت تعمل خطاب، انا بتكلم خطاب لا يلائم الواقع، بتدعي انك تخدم الدولة وانت تضر بالدولة. لك مصالحك الخاصة ومآربك الخاصة اللي انت بتسعى ليها وبتشتغل عليها بكل ما اوتيت من قوة. كلمة مصر على لسانك ليل نهار، لكن يا ترى مكانة مصر حقيقية في قلبك إيه؟ لا، انا اشك كثيرا. وبالتالي عزف المشاهدون عن متابعته، بالتالي عندهم مشكلة مالية، مشكلة مش على قد اعلام الدولة، الكل بيخسر وكله بيدفع. طب انا اعمل ايه؟ أعمل تطوير في الهيكل الإعلامي، وأعمل إفساح مجالات لحرية الرأي، وأعمل متنفس علشان خاطر إن أردت أن تبحث عن الصوت المعارض استمع إلى صوت المعارض في إعلام بلدك، سواء كان حكوميا أو كان خاصا. إنما لما أنا ألاقي العملية مقفولة أبدأ أدور. من كام شهر كده حصل شركة عالمية، مش هنقول اسمها عشان ما نعلنش ليها، اللي بتعمل ترتيب القنوات والمشاهدة وإلى آخره. طلعت القناة الأولى في مصر اللي هي قناة سعودية، الأولى مشاهدة في مصر. وبتحمل بجزء من مكوناتها اسم مصر، قناة سعودية. انت اكيد عارفها. وطلعت قناة برضو تانية من اللي بتبث في تركيا. من الأكثر مشاهدة في مصر. طيب قامت الدنيا ولم تقل، واتهمت القناة بأن لها توجهات الشركة وإلى آخره. وارد أن يكون لها توجهات، وارد أنها تكون بتعمل لمصالح معينة. قامت الدنيا ولم تقل، بس ما فيش حد سأل نفسه سؤال، ماذا لو كان كلام هذه الشركة صحيحا؟ يبقى أنا أمام كارثة كبرى. يبقى أنا أمام مواطن بيبحث عن أنا لو ما لقيتش المعلومة عند حضرتك هدور ورا الخشب ده، يمكن ألاقي حد يكلمني، مش كده ولا إيه؟ فيفضل إن حضرتك تقولها لي، يفضل إن أنا أستمع إليها منك، علشان خاطر لما أجي أستمع إليها من الآخر من المؤكد إنها هيكون فيها قدر كبير من المغالطات، ربما يكون ذلك كذلك. كلام جميل من شخص خبير في المجال الإعلامي، بنرجو الاستفادة منه خلال الفترة القادمة. حضرتك وضعت بعض الحلول، كنا عايزين وقت أكتر عشان نتكلم بقى عن الحلول في مسبيرو، وكيفية زي تجديد الخطاب الديني، وتجديد يكون في كمان تجديد للخطاب الإعلامي لمواكبة العصر. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء غير شكر الدكتور عادل اليماني، أستاذ الإعلام بالجامعة البريطانية. شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم مشاهدينا، تابعتوا معنا هذه الحلقة من برنامج من القاهرة. غدا حلقة جديدة، فريق عمل جديد. كونوا دائما مع قناة أنهي الأخبار. إلى اللقاء.